وجود النبي صلى الله عليه وآله، هدي النبي صلى الله عليه وآله، وجود الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، هذه هي النعمة التي لا تقدر بقيمة. الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجود النبي رحمة، وجود النبي نعمة. إن هذه الرحمة رحمة عامة، رحمة تشمل الدنيا والآخرة، رحمة تشمل الرجل والمرأة، رحمة تشمل الصغير والكبير، ورحمة تشمل المؤمن والكافر. الكفار تنعموا برحمة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لعل الظاهر من كلمة العالمين أنه رحمة لجميع العوالم، رحمة للإنسان، رحمة للنبات، رحمة للجماد، رحمة للمؤمن، رحمة للكافر.